بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاكيا من قسوة قلبه، باحثا عن علاج، وباحثا عن دواء، باحثا عن شفاء عاجل لهذا المرض. شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. كيف عرف هذا الرجل أن قلبه قد قسى؟ هناك علامات، وهناك أمارات، وهناك أعراض تعرف عليها هذا الرجل من أحوال قلبه، لذلك جاء شاكيا للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وهذا الرجل لم يسأل كثيرا، وإلا كان يمكن لهذا الرجل أن يسأل عدة أسئلة: كم مرة أطعم المسكين؟ أطعم المسكين كم مرة عشان قلبي يلين ويرق؟ وأي طعام هذا؟ أوكلهم إيه؟ المساكين. ومن هم هؤلاء المساكين؟ وهذا الطعام، الطعام اللي هطعمه للمساكين، يا ترى جاهز ولا ني؟ أعزمهم عندي ولا أروح لهم البيت؟ ولا أسئلة، أسئلة كثيرة جدا لم يسأل هذا الرجل، أخذ الجواب: أطعم المسكين. انتهى. بأي طريقة يطعم المسكين؟ بأي عدد؟ ولكن المطلوب أن يوالي وأن يتابع، أن يكثر وأن يكرر هذا الإطعام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. برضو الرجل ما سألش أنه يتيم،
عنه السن المناسب؟ أسئلة، أسئلة كثيرة جدا. يا ترى المسكين اليتيم اللي امسح براسه ده أي سن؟ صغير ولا كبير؟ والذكر أم الأنثى؟ أنه اللي يلين قلبي أكتر، البنت اليتيمة ولا الولد؟ أسئلة تفريعات الناس يسألون عنها كثيرا. وبأي طريقة نفذت بها الأمر يتحقق المقصود إن شاء الله؟ المهم أن هذا الرجل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. القلب قاسي، لا يتأثر بالذكر، لا يخشع لذكر الله، لا يتأثر بالمواعظ ولا بالنصائح ولا بالتوجيهات، قاسي صلب جامد. شكى قسوة قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز علاج، عايز دواء، إنه يبحث عن الشفاء. لم يسكت هذا الرجل عن قسوة قلبه التي شعر بها والتي تعرف عليها واستدل عليها. عنده مرض البقاسي، لا يسكت، توجه للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى قسوة قلبه، كأنه قال قلبي قاسي، أجد قسوة في قلبي، جامد صلب غليظ لا يتأثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كأن هذا الرجل والله أعلى وأعلم كان ميسورا، كان غنيا يناسبه الإطعام، وإلا لو كان فقيرا، لو كان فقيرا معدما ما دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلاج ولا على هذا الدواء. قال: أطعم المسكين، يعني كرر جنس المسكين، كل ما من هو مسكين أطعم المسكين اللي تعرفه، العدد اللي تعرفه، الأشخاص اللي تعرفهم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. مرة شكى رجل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قسوة قلبه، هذا رجل تاني بيشكي ان قلبه قاسي، فدلته على زيارة المقابر، دلته على زيارة المقابر، كأنها استشفت ان هذا الرجل كان غائبا عن زيارة المقابر، كان هاجرا لزيارة القبور، للعظة والانتفاع والتأثر، فدلته على هذا العلاج. ومرة جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه من التابعين وشكى إليه قسوة قلبه، قال: لينه بذكر الله، لينه بذكر الله. العلاج يتنوع على حسب السائل وعلى حسب أحواله، هل هو غني، هل هو فقير، هل هو كذا، هل هو كذا، حسب حالة السائل. مرة يجيء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة جيء إلى عائشة، مرة جيء إلى الحسن البصري من التابعين، وهذا جعفر بن سليمان رحمة الله عليه، قال: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي غدوت إلى محمد بن واسع فنظرت إليه. برضي يقول: أحيانا بشعر بقسوة في قلبي ولا أسكت، وإنما أغدو، أنزل أبحث عن محمد بن واسع فأنظر إليه، رجل رقيق القلب لين القلب، عنده أمارات الخشوع والخضوع والانكسار. يقول: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي غدوت إلى محمد بن واسع فنظرت إليه، معنى كلامه فيرق قلبي. المقصود أن الواحد كان إذا شعر بقسوة في قلبه لم يسكت، لم يسكت، ولم يتجاهل هذه الحالة، ولم يتجاهل هذا المرض، غلظة القلب وقسوة القلب وشدة القلب، وإنما كانوا يبحثون عن العلاج
عن الدواء، عن الحل، عن الشفاء. قسوة القلب مرض خطير، له علامات وله أيضا درجات وله أسباب الناس لا يهتمون بها، وإنما يهتمون فقط بالقلب المادي العضلي. العضلة هذه التي تضخ الدم إلى أجزاء الجسم، هو ده القلب اللي يعرفوه. وإذا أصيب بمرض لا يسكتون عنه. واحد عنده تصلب في الشرايين، واحد عنده قصور في الشريان التاجي، هذا لا يسكت، وإنما يذهب إلى كبار الأساتذة، أكبر أستاذ، ويسأل مين أكبر أستاذ في هذا التخصص. اللي عنده ضيق في الصمامات مثلا، ولا قصور في عمل القلب، ولا ضعف في عضلة القلب، وغير ذلك من أمراض القلب، لا يسكت، يذهب إلى معهد القلب، إلى أكبر مركز متخصص في علاج أمراض القلب، ويجري الفحوصات، رسم قلب، ورسم قلب بالمجهود، وأسطرة، ودعامة، أو عملية بآلاف الجنيهات. ليه؟ يقول لك لو سكت هضيع، هروح فيها، ده قلبه، إنما قلبه اللي جوه، القلب بتاع الإيمان، فيه تصلب، فيه قسوة، فيه غلظة، فيه شدة، لا يبحث عن علاج، لا بيدور ولا بيروح ولا بيجي ولا يسأل ولا بينفق ولا يشغله هذا الأمر، ولا يعنيه، قلبه قاسي ويعني قلبي قاسي. إنما لو حس بنغزة في صدره، ولو قالوا له عندك جلطة في القلب، يا لا يسكت أبدا، لا يسكت أبدا. قالوا له عندك ذبحة صدرية، يا المستشفى ويتحجز والعناية المركزة وآلاف الجنيهات. إنما لما تقول له يا فلان أنت أحوالك كده، تقول قلبك قاسي، إيه يعني؟ إيه يعني القلب قاسي؟ لا يبحث عن علاج، لا يبحث عن دواء، مع أنه في حالة خطرة، والله حالته خطيرة. صاحب القلب القاسي في حالة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. ده بعيد من ربنا، صاحب القلب القاسي ده في خطر، إنه بعيد عن الله، ده محروم، ده في حالة خطرة جدا. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، لكنه لا يبالي، مش مهم عنده. استغفر الله، استغفر الله. قسوة القلب مرض خطير، له أسباب، له أسباب متعددة، منها هذا السبب الذي سمعتموه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. في هزار، في مزاح، في ضحك، في حكايات، في جلسات، كلام كتير. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. الواحد يعمل ايه؟ يخلط الكلام، حتى لو يتكلم مع الناس في امور الدنيا، انهم اخلط الكلام بذكر الله. لا تنسى ذكر الله، لا تغفل، لا تتجاهل ذكر الله. وان استطعت ان يكون الكلام كله بذكر الله حتى في امور الدنيا، تكلم عنها بالآية والحديث بالأدلة الشرعية، اكثر من الكلام بذكر الله جل جلاله حتى لا يقسو قلبه، حتى لا يتأثر قلبك. حافظ على قلبك. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. خلي بالك. وإيه تاني؟ لما الإنسان
يترك الكلام عن الصلاة ويترك الدعوة إلى الصلاة وإلى إقام الصلاة وإلى عمارة المساجد وإلى المحافظة على أوقات الصلاة وعلى خشوعها وخضوعها وأذكارها وحركاتها. لما أنت تبطل تتكلم عن الصلاة وتدعي الناس إليها قلبك يقسو، خلي بالك، عشان قلبك يبقى رقيق ولين دايما اتكلم عن الصلاة، حبب الناس في الصلاة، ادعو الناس إلى الصلاة وإلى المساجد وإلى المحافظة على أوقاتها وخشوعها وخضوعها وأذكارها وحركاتها. اتكلم باستمرار مع الناس عن الصلاة وحتلاقي أعداد من الشباب يحتاجون إلى نصيحة، إلى دعوة إلى الصلاة. لما أنت تسكت قلبك يقسو. كذلك إيتاء الزكاة، محتاجين نكلم الميسورين والأغنياء، نذكرهم بإخراج الزكاة وإيصال الزكاة إلى مستحقيها، إلى مستحقيها. الكلام في الأمر ده باستمرار يرقق القلب ويلينه، وهجران التذكير بالزكاة هذا الركن الركين من أركان الإسلام يؤدي إلى قسوة القلب. أيضا متابعة الرسول والرسل، لما تذكر الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعة الرسول والمحافظة على هدي المصطفى وعلى سنة النبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، لما تكلم الناس باستمرار عن السنة وتحذرهم من البدعة قلبك يبقى رقيق ولين باستمرار. لما تتوقف قلبك يجمد، يتصلب، يقسو، يتجمد. وأيضا أنت عندما تبخل، طول ما أنت بتتصدق غير الزكاة، الصدقة نفقة غير الزكاة، عندما تتصدق في أي باب من أبواب الخير والبر فأنت تحافظ على سلامة قلبك وعلى رقته وعلى ليونته. ترك هذه الأمور سبب من أسباب قسوة القلوب، وهذا من تضييع العهد والميثاق. هذا عهد الله إلينا، وهذا من ميثاق الله عز وجل. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض الميثاق اللي ربنا أخذ عليهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة، حافظتم على الميثاق. إني معكم لئن حافظتم على الميثاق. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قسوة القلب إيه سببه؟ نقض الميثاق. إيه الميثاق؟ أمور كثيرة جدا، منها إقام الصلاة. وإقام الصلاة ليس معناها أداء الصلاة، لا، وإنما الاهتمام بها والدعوة إليها وترسيخها في المجتمع ونشرها وتذكير الناس بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقام الصلاة. ده تسوية الصف مش صلاة، ده احنا لسه ما دخلناش في الصلاة أصلاً. عندما نسوي الصفوف
لسه ما صليناش، إنما هذا من إقام الصلاة، لأن إقام الصلاة تحافظ على الصف وتدعي الناس للمسجد، تحافظ على الأذان ونجيب إمام للمسجد ونعظم قدر الصلاة في المجتمع، هذا كله من إقام الصلاة. فعندما نميت الصلاة نموتها، لا نتكلم عنها ونتجاهلها ونخوف حتى الناس منها، اللي يروح الجامع هيبقى مشبوه، هيتاخد اسمه ويتفتح له دوسيه أو سجل، والناس تخاف من المسجد، تخاف حتى من الصلاة. يا ما هذا؟ هذا سبب يؤدي إلى قسوة القلوب، هذا سبب يؤدي إلى قسوة القلوب. إحياء الصلاة، الدعوة إلى الصلاة، تعظيم شأن الصلاة، دعوة الناس إلى الصلاة في الطرقات، في الطريق قل للناس حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلي معنا، هيا إلى المسجد، في الشركات، في المصانع، في كل مكان، في المكاتب، في الدواوين، في الهيئات، في المؤسسات، في كل مكان. عندما نذكر بالصلاة هذا يحافظ على قلوبنا، وعندما نميت الصلاة ونتجاهل أو نخاف نكلم مع الناس في الصلاة، نخاف نقول الناس صلوا، قلبك أنت يقسو، أنت بمرور الأيام قلبك أنت يقسو، قلبك أنت يتغير، قلبك أنت يمرض. فأنت أخي لا تنسى هذا، فقسوة القلب لها أسباب. نقض العهد والميثاق أيضا، البعد عن مجالس العلم والذكر، في ناس بتنقطع عن مجالس الموعظة والنصيحة والتذكير، مجالس الرقائق والعلم، الآيات والأحاديث، في ناس بتهجر هذه المجالس بالسنين، قلبه يأسى طول الأمد. البعد عن أيام رقة القلوب وعن رؤية الآيات والمعجزات الباهرات، تعلم آيات القرآن وتعلم ما فيها من وجوه الإعجاز، هذا يؤدي بك إلى قسوة القلب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد، طول المدة وبعيد عن التذكرة والنصيحة يؤدي إلى قسوة القلب. بني إسرائيل شافوا آيات، شافوا معجزات، منها هذا الرجل الذي قتل ظلما وزورا وعدوانا ولم يعرف له قاتل، لم يعرف له قاتل، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها، وفعلا حدث هذا، ذبحوا بقرة بعد جدال وضربوه ببعضها، فقام الرجل حيا وقال قتلني فلان. رأوا الآية، المعجزة الباهرة رأوها، أثرت فيهم، وبعدين طال عليهم الأمد فترة طويلة جدا بعيد عن المعجزات والتذكير والنصائح والمواعظ، فترة كبيرة في اللهو والغفلة والانشغال، فقست قلوبهم كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ايه من بعد ذلك؟ من بعد الآية التي رأيتموها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. حجارة او اشد، ايه اللي اشد من الحجارة؟ الصخر. وايه اللي اشد من الصخر؟ الحديد. وفي اللي اشد من الحديد؟ قسوة القلوب درجات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. في ناس قلوبها زي الحجارة بل أشد. ياه، قسوة القلوب درجات، وفي ناس قلوبها في القسوة أقل من الحجارة،
في اللي قلبه قاسي زي الحجر، وفي اللي قلبه قاسي زي الصخر، وفي اللي قلبه قاسي زي الحديد، وفي اللي قلبه قاسي أقل من الحجارة. قسوة القلوب درجات وأنواع، ورقة القلوب أيضا درجات وأنواع. في واحد قلبه رقيق جدا، رقيق جدا في أعلى درجات الرقة، وفي واحد رقة القلب عنده متوسطة، وفي واحد رقة القلب عنده ضعيفة. درجات وأحلى أحوال للقلوب. لابد للإنسان أن يتفقد قلبه. شوف قلبك في الرقة أنه درجة، في القسوة أنه درجة. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم اشف قلوبنا واشف صدورنا، اللهم طهر قلوبنا واشف صدورنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، القلب القاسي بعيد من الله، القلب القاسي بعيد من الله، والقلب القاسي عرضة لكل فتنة. يجي حدث فتنة، رجة، هزة، موقف من المواقف، اللي قلبه قاسي يفتن، يتأثر، ينقلب، يبتعد، واللي قلبه رقيق أو لين ينجو من هذه الفتنة، يسلم منها، يعبرها. الفتن كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، كعود الحصير ورا بعض، لزق في بعض كتير. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، كعود الحصير ورا بعض، فتن كتير جدا. القلب الرقيق يسلم، ينجو، يعبر هذه الفتن، يمر منها بسلام. والقلب القاسي يقع في الفتنة، يتقلب حاله، يتأثر بالفتنة. في القرآن الكريم قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. كلمة تمنى هنا يعني قرأ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ على الناس قرآنا ألقى الشيطان في أمنيته. في القراية بتاعته الشيطان يلقي في أذان الناس معاني غير الرسول أراها، شغل الشياطين، وساوس، أفكار، خواطر خاطئة، هذه طريقة الشيطان والشياطين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. في آيات تانية تيجي ترد على الأفكار والخواطر اللي الشيطان ألقاها في آذان الناس، في أسماع الناس، تيجي آيات تانية تبطلها. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي قلبه قاسي الشيطان يفتنه، يسمع خواطر وأفكار ووساوس، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. المقصود إن اللي قلبه قاسي بيتعرض للفتن، الشيطان بيخدعه، يلقي إليه بالوساوس والخواطر والأفكار الخاطئة، تيجي في دماغه فكرة غلط تتعبه وتتعب قلبه وتبعده،
تبعده عن الاستقامة، وتبعده عن المنهج، وتبعده عن الطريق، وتبعده عن السبيل. أفكار شيطانية وخواطر شيطانية ووساوس شيطانية أثرت فيه لأن قلبه قاسي. هو قلبه كان قاسي من الأول والشيطان أثر عليه. يبقى قسوة القلب ده أمر خطير جدا، فتن كتير جدا هتمر بيك وبيا. من اللي حينجو منها؟ من اللي حيسلم منها؟ من الذي يعافى منها؟ من الذي يمر منها بسلام؟ من الذي يعبر من الفتن بسلام فلا تؤثر في قلبه؟ صاحب القلب الرقيق، صاحب القلب اللين، صاحب القلب الطيب، وهكذا وهكذا. أيضا القلب الرقيق اللين هذا ينتبه، هذا منتبه. القلب القاسي لا ينتبه لما يريد الله عز وجل به. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أخذهم الله بالبأساء حتى يتضرعوا فلم ينتبهوا، أخذهم الله بالضراء فلم ينتبهوا ولم يتضرعوا. أنواع من الآلام والأوجاع، مر بالأمراض، مر بقلة الأموال أو خسائر في الأموال، مواقف، آلام، أوجاع، أحزان، ولكنهم لا يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم لذلك هم لا يتضرعون. القلب القاسي ده محروم، ده في خطر، ده محتاج الإنعاش، محتاج العناية المركزة، محتاج العناية الفائقة، محتاج علاج ودواء، محتاج يبحث عن العلاج والدواء. من علامات القلب الرقيق أنه يتأثر بذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بمناسبة الأمطار، المطر لما ينزل ربنا بيحيي به الأرض بعد موتها، والقلب القاسي القلب الميت ربنا بيحييه بالذكر. قال الله عز وجل: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الآية دي بعد الآية دي، كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالأمطار والغيث، فالله عز وجل يحيي القلوب بالذكر، بالقرآن، بالوحي، تحيا القلوب وتترعرع وتعمر وتطيب وترق وتلين زي الأرض كده ما بتلين بالمطر. القلب بيلين بذكر الله، بالمواعظ، بالنصائح. اللي قلبه رقيق أحيانا تصيبه غفلة، ممكن هو مش معصوم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب القلب الرقيق اللين حتى وإن سيطر عليه الشيطان في لحظة من اللحظات، في موقف من الأوقاف من المواقف، إنما قلبه لأنه رقيق ولين ربنا بينجيه. صاحب القلب الرقيق أول ما يسمع ذكر الله يتزلزل، يترج، يهتز. هذا رجل حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، واحد من ضمن ثلاثة. في يوم كان شديد المطر، آواهم المبيت إلى غار، ثلاثة والدنيا بتشتي، دخلوا يداروا في كهف، انحدرت صخرة من فم الجبل فأغلقت عليهم فم الكهف، فقالوا لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله
بخالص أعمالنا. الأولاني ذكر حالته في بر الوالدين. الثاني قال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتأبى. بيكلمها عن الزنا، بيعرض لها الزنا، كانت تأبى. فألمت بها سنة من السنين، احتاجت، فجاءتني على أن أعطيها 100 دينار أو 120 دينار، فأعطيتها على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. قال لها اديك 100 دينار أو 120 دينار بس تمكنيني منك، فعلت مع الحاجة. يقول: فلما قدرت عليها، في رواية: فلما قعدت بين شعبها الأربع، قالت: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحق. غشاء البكارة هذا لا تفضه إلا بحق الزواج الحلال. أول ما قلت له اتق الله، يقول: فقمت عنها وأنا أحبها، لسه متعلق بيها، إنما علشان قالت لي إيه اتق الله، أول ما سمعت اسم الله يا رب، أول ما سمعت اسمك اترجيت وتهزيت وتزلزلت. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وأعطيتها الذهب فذهبت. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. المقصود اللي قلبه لسه فيه رقة، فيه لين، أول ما يسمع ذكر الله يتزلزل. أما القلب القاسي قل له اتق الله من هنا لبكرة، سنة تقول له اتق الله لا يتأثر، كما قال الله عز وجل عن المنافقين، عن المنافقين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. المنافق إذا قلت له اتق الله لا يتزلزل، لا يتأثر. ليه؟ قلبه قاسي، تأخذ العزة بالإثم، لا يتأثر. القلب الرقيق اللين هذا، ده قلب فايز، هذا رابح، وربنا ينجيه من الفتن، يسلم، يسلم من الفتن القلب الرقيق. طيب ازاي القلب يرق؟ سؤال. اولا تدعو الله عز وجل، ادعي ربنا: اللهم رقق قلبي، اللهم لين قلبي، اللهم اشفي قلبي. اقعد ادعي. لو انت قلبك قاسي، لو قلبك مريض عليك بالدعاء، اكثر من الدعاء بالشفاء العاجل، اطلب من ربنا يشفيك. ده اللي عنده تصلب في الشرايين، ولا ضيق في الشرايين، ولا ضيق في الصمامات، ليل ونهار بيدعي وهو ساجد: يا رب اشفيني في كل مكان، يا رب اشفيني. انت لو قلبك قاسي قول: يا رب اشفي قلبي. اطلب الشفاء من الله، اطلب العلاج، اطلب الدواء، خذ بالأسباب. أيضا عليك أن تجالس الصالحين، كما سمعتم جعفر بن سليمان قال: كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي غدوت حتى أنظر إلى محمد بن واسع. كنت بروح أتحرك أبص بصة لمحمد بن واسع، رقيق القلب، فارق قلبي أنا أيضا. خذ بالأسباب، ابحث عن أسباب رقة القلوب. لين قلبك بذكر الله، لين قلبك بزيارة المقابر، لين قلبك بإطعام المساكين، لين قلبك بالمسح على رؤوس اليتامى. خذ العلاج، خذ العلاج الموصوف، خذ الدواء الموصوف، تصل إلى رقة القلب. لو قلبك مرقش كبر عليه، صلي عليه صلاة الجنازة، اشكي إلى الله، اشكي قلبك إلى الله، هو يحيهولك. زي ما ربنا بيحيي الأرض بعد موتها، هو القادر على إحياء قلبك وعلى شفاء قلبك، هو القادر سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشفي قلوبنا، اللهم اشفي قلوبنا، اللهم اشفي قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم اشفي صدورنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب.
اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا ووحد على الحق كلمتنا. اللهم وحد على الحق كلمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا قيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم استعملنا في دينك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات ومن مغاليق المنكرات. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أما بعد. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا غضب، فهذا أمر شديد يعني، وأنتم تعرفون شدة عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يغضب حاجة. وإنما كان إذا غضب وقيل له اتق الله يا عمر كان يدثو على ركبتيه، لو واقف يقع على ركبه الاثنين، أول ما يسمع حد يقول له اتق الله اجتنب غضب الله، أول ما يسمع اسم الله عز وجل يتزلزل يترج تهز سيدنا عمر، فكان يدثو على ركبتيه. شوف ده القلب ايه اللي بيتأثر باسم الله، بذكر الله. اول ما يسمع ذكر الله عز وجل سواء قرآن سواء حد بيذكره باسم الله سبحانه وتعالى، القلب الرقيق يتأثر فورا، يخشع ويخضع لذكر الله. الذكر ده كان من القرآن او حد بيوعظه حد بينصحه، أول ما يسمع اسم الله وذكر الله عز وجل يتأثر. أمر يعني موقف يعجز عن الوصف. زي ما قلت لك سيدنا عمر، تعالى لبعض الناس لما يغضب تقعد تقول له اتق الله، مش معاك هو.
طيب تقول له طب يعني طب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معاك برضه، هو هيكمل الموضوع بتاعه، يكمل الكلام، بعد كده تيجي تعاتبه يقول لك معلش اصل انا لما بغضب ما بشوفش اللي قدامي. ايه ده؟ لما بغضب ما بحسش بنفسي. ابقى حس بنفسك، ابقى شوف اللي قدامك. ده سيدنا عمر، شوف سيدنا عمر ها لما يغضب، واول ما حد يقول له اتق الله، اول ما يسمع اسم الله كان يكثو على ركبتيه. اسم الله يأثر فيه جدا لان قلبه رقيق ولين. هو عمر الشديد، شديد في الحق ورقيق في الحق. سيدنا عمر صلى الفجر قرأ بسورة سيدنا يوسف، لما وصل لموقف سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى سيدنا عمر وانتحب حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. هو البكاء، هو الرقيق القلب سيدنا عمر. في يوم من الأيام وهو الخليفة يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني ليتنا نسهر الليلة نحرس في سبيل الله، لأنه سمع بقافلة تجارية جت نزلت بره المدينة لسه ما دخلتش، هتوسع على الناس في المدينة، وقال له نحرس القافلة اللي نطلع بره. فراحوا يحرسوا بالليل وهو الخليفة الراشد سهران يحرس ناس قافلة تجارية، وبعدين سمع صوت بكاء طفل جاي من بيت بره كده بعيد في الخلا، مره واثنين وثلاثه، الولد بيعيط فتره طويله جدا لحد ما راح طرق الباب على الام وسالها يعني عن حال الصبي وبيبكي ليه، وقالت له انا هسكته. وبعدين رجع يحرس تاني شويه، الولد بيعيط، راح طرق تاني ويوصي الام على ابنها الرضيع صغير. وبعدين المرة التالتة راح الولد بيبكي وعمر رقيق القلب، فراح جاي مخبط كده وقال لها انك ام سوء، ايه الامهات ديت مش عارفة تنيم الولد، ما لي ارى الطفل يبكي منذ الليل طول الليل الولد بيبكي. قالت يا فلان انك قد ابرمتنا هذه الليل، انت زهقتنا كل شوية تيجي تخبط، اني اريغه على الفطام فيأبى، أنا عايز أفطمه. مش حكاية الولد، أنا عايز أفطمه. فقال لها ولما؟ ليه عايز تفطميه؟ لسه صغير. قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. كان بيديهم من بيت المال، العيل لما يكبر ويتفطم وهيبتدي ياكل يديله إيه؟ المرتب بتاعه من بيت المال. إنما طول ما هو بيرضع ما يديش. والست عايزة فلوس. عايزة فلوس. فبتعمل ايه؟ عايزه تفطم الولد بدري عشان تاخد فلوس تاكل ايه يا ولادها؟ يا عمر عرف الموقف ده ما قالهاش انا مين؟ جيت صلاه الصبح، قعد عمر يصلي وهو بيصلي ويبكي في الصلاه، وبعد ما خلص صلاه قام على المنبر يقول يا بؤسا لعمر كم قتل من اولاد المسلمين؟ اتسبب ان اولاد كتير جدا يتفطموا قبل اوانهم. يا بؤسا لعمر كم قتل من ابناء المسلمين؟ بلغوا الناس ان عمر يفرض لكل مولود في الاسلام، كل مولود بقى تفطم ما تفطمش، اللي اتولد ياخد من بيت المال. المقصود ايه؟ رقه القلب. الولد بيبكي، سيدنا عمر قلبه واجعه عشان الولد، وهو اللي هيبكي في قصه سيدنا يوسف، وهو سيدنا عمر لما حد يقول له اتق الله يكثو على ركبتيه. ده سيدنا عمر لما طعن طعنوا ابو لؤلؤ المجوسي وضربوا في بطنه وقطعوا له الامعاء بتاعته. لما سقوا لبن سيدنا عمر خرج اللبن من امعائه زي ما هو، فعرف انه مقتول ميت، ان ما كانش ليه علاج، ما كانوش بيخيطوا الامعاء وكده، عرف ان هو خلاص الامعاء اتقطعت، عرف ان هو مقتول. فكان سيدنا عمر يغمى عليه، بيغمى عليه من النزف والألم والحاجات دي. لما عوزوا يفوقوه كانوا يعملوا ايه؟ يأذنوا، اللي يأذن يروح ينتبه سيدنا عمر، الأذان ينبهه.
مع انه في غيبوبة في اغماء. وبعدين تيجي وقت الصلاة يقولوا له الصلاة يا امير المؤمنين، يقول نعم نعم، يفوق من الغيبوبة، نعم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، اعدوني مش عارفين اعدوه ازاي، وهو في غيبوبة وهو في اغماء. لما يسمع اسم الله، اسم الله يفوق من قلبه، الكلام بيخش من الودن على القلب يفوق. سيدنا عمر، شوف دي احوال القلوب يا جماعه، القلوب الحيه الرقيقه اللينه. القلب القاسي يا احواله صعب، ده انسان محروم. فمره تانيه بنقول اللي حاسس ان قلبه قاسي ما يسكتش، ما تسكتش، دور عن علاج، دور عن دواء، ابحث عن الشفاء في الحاجات اللي سمعتها، واعرض قلبك على القرآن لحد ما يعني يتعالج. اوعى تهمله، اوعى تسيبه. اسأل الله عز وجل ان يشفي قلوبنا من النفاق ومن الغلظة ومن القساوة ومن الحسد ومن امراض القلوب ومن عيوب النفوس. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا محاسن الاخلاق وان يجنبنا مساوئ الاخلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.